السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو موقع odoo.com. أقول له أنا عايز أشتغل بروجكت، فبيقول لي أعمل كرييت أو افتح لي مشروع. أقول له أكتب أسامي البروجكت ده. في بعض المهام أقدر أضيف كرييت، أضيف مهمة جديدة. ممكن أقول له مثلا سينك، تمام، أساين لفلان. ممكن أختار الشخص اللي أنا أعمل له أساين. ممكن اجي هنا اضيف حاجة تانية، اقول مثلا ديزاين. طيب اقدر اشوف المهام دول بشكل اخر، اقدر انهم من هنا لهنا. اقول له انا عايز اشوفهم بشكل خطي، بالشكل دوت، بشكل كالندر، تمام، في بحيث ان انت تشوف كل واحد في اني يوم. مثلا اعمل تاسك مثلا في اليوم دوت، وليكن مثلا دو، تمام. اقدر اشوفها بشكل اخر، بشكل دوت، فيو بوينت، عباره عن نقاط. ممكن اشوفها بشكل دوت، ممكن اشوفها ده كل واحده فيهم بياخد لون، تمام. لو في اي داتا بيبدا يعرضها لي بشكل فيو اكتيفيتي، فاقدر اشوف المشاريع باكتر من شكل، بحيث ممكن يكون واحده فيهم مفهومه، التانيه مش مفهومه، واحده بالنسبه للمشروع دوت، واحده مناسبة لمشروع آخر، فتقدر تشوفهم كلهم. وهنا دي تقدر ترجع لقائمة الأساسية للمشاريع، تقدر تعمل كذا مشروع على الحساب بتاعك. هنا تقدر تشوف التاسكات اللي موجودة بالنسبة لك، الريبورت لو في أي ريبورت موجود، الكونفجريشن تبدأ تشوف